خلاها لحسين، ممكن حسين، عرضية حسين، وما هي عرضية لا جول. الله الله الله، أبو عمر وحسين عبد الغني في هاللقطة محلاه. كنا ننتظر عرضية من صاحب 36 سنة، ولكن لا لا لا، آخر سلطنة. خدعني، خدع المشاهد، خدع سعادة الرئيس مدرب الحراس، خدع الفريق الفتحاوي 11 لاعب بما فيهم الحارس القميش. والهدف من أكبر لاعبي هذا الفريق سنان، حسين عمر السليماني. حسين عبد الغني يحضر هدف ثاني، وهدف أيضا ثاني في الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 3-1. لا 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 لا، هدف ذكرنا بأهداف طيب الذكر والفيلسوف الكبير.